عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. المريتانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك أمسية سعيد بن سالم بن سعيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيس. الدقائق 20 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث الذهبية الذهبة محمد بن بخيت بن برقان. 6 دقائق 22 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وانقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد الصواط. الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في هذه الانطلاقات الصباحية في ثاني أيام مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. طيب الله ذرات، تنطلق منافسات سن الحقائق ضمن هذه الأشواط الصباحية وشعارات يا أبناء القبائل الحاضرين هنا على أرضية ميدان الشحانية. أبدأ مع هذه الانطلاقة، أسير مع هذا الشوط وأتابع البداية. هناك مع سياف من يبدأ بالبداية، من يتقدم على الصدارة بشعار محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. هنا ينطلق على أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من الجذاب سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج القادم مع ثاني التحديات، بينما أتابع في ثالث المراكز هنا هاجوس جابر بن فرج بن حمد بن دلموك يتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هناك القدوم والتواجد من الحاكم لهم بسعد بن طالب. آل شريم هنا القادم في هذه اللحظات يتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. هنا شعار بن عمارة يقدم لنا مهيض عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة يتقدم خامسا في هذه التحديات وهذه الانطلاقات الصباحية في منافسات ثاني الأيام في تحديات أشواط الحقائق. أعود هناك مع البداية والصدارة، سياف هناك على الانطلاق على التحدي الأول. الله الله الله، من يقود هذه الأسماء؟ من يتقدم على حساب الجميع؟ إشعار محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي هنا مع البداية والصدارة والانطلاق الأول، ولكن الفراج القادم في هذه اللحظات يقدم لنا الجذاب وماركة الجذاب. هنا شعار بن فراج يتقدم مع هذه التحديات، سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج وثالث الأسماء. أتابع القدوم من الحاكم لهم بسعد بن طالب آل فهيدة المري هنا القادم مع هذه الانطلاقة وهذا التحدي. بن دلموك يتابع يراقب الموقف من خلال هذه اللحظات. هاجوس هنا قادم مع رابع المراكز جابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، ولكن بن عمارة يتقدم في هذه اللحظات يقدم لنا مهيض عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري. الله 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 يا التحديات، الله يا الأسماء الحاضرة في هذه الانطلاقات، ولكن العودة هناك، العودة مع البداية. سياف على الصدارة على الانطلاق الأول. هنا شعار بن بادي يتقدم ينطلق بالبداية يقدم هذا الأداء الممتاز هنا على الصدارة، ولكن مهيض مهيض يغير في هذه اللحظات. بن عمارة هنا مع الصدارة ينطلق مع مهيض عبد المحسن بن طالب
بن علي الجربوع المري مع الكيلومتر الاخير مهيض على الصداره، انطلق مهيض ثاني المراكز وتابع سياف محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي هنا القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، ولكن الحاكم هنا قادم مع ثالث. التحديات لهم بسعد بالطلب الف هيد المري، هناك بن دلموك رابعا، ولكن الامور هناك بن عماره مع مهيض. الله 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 على هذا الاداء والانطلاق الممتاز، مهيض على الصداره، عبد المحسن بن طالب، بن علي الجربوع المري، بن عماره هناك مع الصداره مع الانطلاق، ولكن دير بالك شعار البادي قادم. الله سياف القادم في هذه اللحظات، محمد بن مبارك بن محمد البادي نعيمي، سياف ومهيض، مهيض وسياف في هذا الانطلاق في هذا التحدي، ولكن بن عماره على الصداره هنا مع مهيض، سياف قادم مع اللحظات الاخيره. الله الله مهيض سياف بن بادي هنا مع هذه اللحظات، بن عماره مع اللحظات الاخيره، خط النهايه. الله مهيض بن عماره مع الانتصار مع اللحظات الاخيره، تهانينا والناموس لمالك مهيض عبد المحسن بن طالب بن علي بن عماره على هذا الفوز والانتصار ثاني المراكز. كان التواصل والتواجد من سياف لمحمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي ثالث المراكز، هاجوس لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك رابع المراكز، وصل الحاكم لهم بسعد بن طالب الف هيد المري وخامس المراكز، شاهين لعبد المانع بن حسين بن مانع العجمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا مهيض وشعاري بن عمارة الحاضر مع هذه الانطلاقة والمتواجد أيضا في منافسات هذا الصباح، من استطاع أن ينتزع ناموس الشوط هنا مع لحظات الوصول والتوقيت الزمني. هنا مهيض ولحظة وصوله 6 دقائق 13 ثانية 18 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري ثاني المراكز. كان التواجد من سياف قدم أداء ممتاز ب6 دقائق 13 ثانية 30 جزء من الثانية، الثانية لمحمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي وثالث المراكز. وصل مشاهدينا الكرام، كان التواجد من هاجوس لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، توقيته الزمني 6 دقائق 22 ثانية 36 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.